بالتأكيد أرقام وإحصائيات الكل بيتحدث في هذا الشأن، عندما يتعادل الأهلي سلبيا خارج أرضه بنسبة 99.9 بيتأهل إلى الأدوار النهائية ومن ثم يفوز بالبطولة. ولكن إن شاء الله بإذن الله يكون الفريق والجهاز الفني مطمئن وكل اللعيبة جاهزة، والإصابات إن شاء الله خلال الأسبوع القادم تتلاشى نوعا ما، ويكون في أريحية في اختيار العديد من اللاعبين في المباراة القادمة. طيب، واحنا بنتكلم عن كرة القدم في النادي الأهلي وكلمنا عن الفريق الأول اللي حقق نتيجة جيدة في غينيا، أيضا فريق الشباب مواليد 97 واللي بيقوده الكابتن عادل عبد الرحمن حقق نتائج جيدة جدا في بداية دوري الجمهورية. أولا فاز على الإسماعيلي في بداية هذه المسابقة 5-1، ثم النهاردة كان عنده مباراة مهمة جدا أيضا مع فريق النادي المصري أقيمت في السويس وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز الأهداف مصطفى عزت ويوسف علاء وهشام شعبان. نتيجة جيدة، نتيجة إيجابية، دوري الجمهورية دوري قوي في هذه المرحلة السنة، لأن فريق الشباب هو المرحلة اللي تلي دايما على طول الفريق الأول. للمزيد من التفاصيل بينضم لنا دلوقتي على الهاتف الكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي. كابتن عادل، أولا برحب بيك ومنور دايما، ومبروك الفوز والانتصار بشكل جيد في هذه المسابقة القوية. أهلا محمد، أهلا بيك، الله يخليك، أهلا وسهلا بيك، ومبروك التعادل النهاردة أو امبارح على مباراة الأهلي. وأنا سمعتك لما كنت بتتكلم على الإحصائية اللي بتقول 99%، إحنا تعودنا على إن امبارح كانت مباراة الأهلي وحرية كوناكري. ما فيش حاجة في كرة القدم فيها ضامن 99% في أداء في جدعنة. إحنا لازم نعمل حسابنا على مباراة العودة، إن إحنا إن شاء الله نتخطاها ونتخطاها كويس ونعمل، وأنا عارف لعيبة الفريق الأول أداء ودو إن شاء الله يوصلوا ربع النهائي او نص النهائي ان شاء الله. طيب، هرجع لك للفريق الاول، لكن عايز اسالك النهارده الفوز بقى على المصري 3-1، ومن اسبوع او اقل من اسبوع فزت على الاسماعيلي ب 5-1، نتائج ايجابيه وجيده جدا في بدايه دوري الجمهوريه يا كابتن عادل، وبصراحه بدايه قويه جدا، بتدينا تفاؤل ان حتى فريق الشباب ان شاء الله يكون محطه جيده للفريق الاول عندما يستعين بلاعبين من الفريق الشباب. بص يا محمد، انا هدفي الاولاني طبعا اللعيبه لازم تترجم مجهودها بالنتائج، لكن هدف الاول والاخير لاعب للفريق الاول، ودي الاستراتيجيه اللي شغالين عليها. وانا يعني سعيد جدا بالمكسب اللعيبه، علشان النادي الاهلي لازم تتعلم، لان اللعيبه لما تطلع المكسب، لكن اللي اسعد من السعاده عندي اكتر ان انا عندي عدد من اللاعبين كويس اطمنت عليهم، اقدر اقول جاهزين للفريق الاول في اي لحظه في الوقت الحالي، يقدروا يمثلوا النادي الاهلي ويمثلوا النادي الاهلي على اكمل وجه. هم اقدر اقول لك حوالي 5-6 لعيبه تحت امر النادي الاهلي اللي يكون في الفتره دي الحاليه، وهي دي اللي بسطاني. يمكن النهارده ظروف المباراه صعبه واداء اللعيبه، عشان انا عاوز من خلالك اقول الرساله لاتحاد الكوره والانديه اللي بتلعب في الدوري 97، ما يهمش النتائج، يهم الملاعب اللي يلعبوا فيها، لان كل فرقه في الدوري بتاع 97 او في دوري الشباب لازم يعد لعيبته للفريق الاول. طب يلعبونا في ملاعب صغيره جدا، يمكن النهارده لعبت في ملعب صغير، ملعب فرعي يا كابتن عادل، ملعب فرعي، ما ينفعش لا يرد بطوله زي كده. الناس بت بت بت, بت عاوز تطلع لعيبه للفريق الاول في جميع الانديه، ويلعبونا في ملعب، لان الملعب النهارده ما كانش بتاعنا احنا، ما كانش صالح النادي الاهلي، لكن هو كان ملعب المصري. فانا قلت ان الموضوع ان هم عايزين نتيجه اكتر، فبيلعبونا في ملعب صغير جدا، في ملعب لا يصح، ولكن ظروف في اي ظروف النادي الاهلي بيلعب فيها لازم كانت ظروف ان احنا نلعب في ظروف ملعب مش كويس. انا كنت بقول رساله للناس، لو عايزين تعملوا فرقه لعيبتكم، لو عايزين تعملوا حاجه كويسه، لازم ما فيش حاجه اسمها ملاعب فرعيه يلعب فيها لعيبه في الفريق. انا اتذكر كابتن عادل وقتكم لما كنتوا تلعبوا في هذه المباريات، كان مباراه الاهلي والمصري فريق الشباب كانت بتقام قبل مباراه الفريق الاول في الدوري الممتاز على استاد القاهره او حتى في بورسعيد قبل الفريق الاول، عشان حتى هؤلاء اللاعبين يكتسبوا خبره المباراه وفي حضور جماهيري كمان كبير. لا اكيد، وحاجه ثانيه، انت دلوقتي البطوله دي بتسمح لثلاثه لعيبه ينزلوا من الفريق الاول، يسمع ازاي ينزل لعيبه من الفريق الاول، لعيبه كبار، لعيبه غاليين جدا، ممكن تجهز لعيب تاني عندك، ممكن تلعبه في ملعب صغير، ملعب ضيق، ملعب مش كويس، ممكن تعوره وتضيع فلوس كتير قوي على النادي اللي بيلعب فيه، هتبقى صعبه. انه لازم يرجعوا للامر. اما بالنسبه للحته الفنيه، فالولاد النهارده عدوا بصوره جيده، عدوا بصوره كويسه جدا، والظروف كانت معيه ان هم يعملوا
مباراه كويسه، واحنا عينينا على الفريق الاول وليس عينينا على البطوله دي بس. بنلعب بنفس طريقه الفريق الاول عشان اي لعيب يطلع يلعب في الفريق الاول يبقى مندمج، لكن بطريقتنا احنا يعني بشكلنا اللي احنا نلعب فيه. عشان كده بقول لك انه احنا في خدمه دايما الفريق الاول كفرقه. والولاد النهارده ادوا اداء كويس، وادوا مباراه الاسماعيلي في اداء كويس، وافتكر ان احنا بنزرع فيهم الثقه ازاي ان هم لازم لما يطلعوا الفريق الاول لازم يدافعوا على النادي الاهلي بقوه، ولازم يعرفوا ان هو رغم ان هو ممكن يكون صغير في السن بس لازم يكون عنده خبرات كبيره قوي، يعرف يعني ايه فلنه النادي الاهلي، لان فلنه النادي الاهلي الثقيله عايزه اعداد نفس كويس للعيبه، فاحنا بنعدهم اعداد نفس كويس. طيب القوه الضربه موجوده في فريق الشباب بشكل كبير، ولا في لعيبه معاره في هذه المرحله السنيه او ما بينهم كمان موجود مع الفريق الاول في التوقيت الحالي يا كابتن عادل؟ يا محمد انا عندي 8 لاعبين في الفريق الاول ما بستعينش بينهم 97، وعندي 7 لاعبين اعاره طالعين ما بستخدمهمش، ادي 16 لعيب. وبتكسب 5-1 و3-1. لا انا عندي برضه لا عندي برضه يعني في وفره. في وفره ده اللي اقصده. لا 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 عندي لا اصل انا مش باخد من ال 97 بس. انا السعاده اللي انا كنت بكلمك عليها ان انا باخد اكتر من لاعب صغير في السن، يعني من ال 99 ومن تحت. لا ال 2000 وال 2001 وال 99 رائع. انا الفكره ان انا عاوز اعمل لاعب متميز وليس لاعب 97 بس، يعني بالعكس انا من اول سن ال 2002 ممكن اخد لعيب يلعب في الفريق الاول، لان 2002 ده 16 سنه، معظم اللعيبه لعبوا 16 مظبوط سنه 16 سنه، وانا ما بحبش ان اللاعب يتاخر عن الفريق الاول. انا بقول لك في الوقت الحالي انا عندي لاعبين ممكن يلعبوا للفريق الاول كويسين جدا وجيدين جدا وتحت امر الفريق الاول في اي وقت هيبقى فيه اكيد، في اي وقت لما الفريق الاول يطلب حد ما فيهم. و فعلت الفريق الاول طلب لعيبه يتمرنوا معاه، 4 لعيبه من عند الفرقه عندي طلعوا الـ4 لعيبه يتمرنوا مع الفريق الاول واحتكوا بيهم، وان شاء الله الايام الجايه هياخدوا مننا برضه شويه يتمرنوا معاهم. فاحنا كل شغلنا وهدفنا الاولاني ان احنا نصعد لاعبين للفريق الاول وليس للبطوله فقط، البطوله دي امر ثاني بيجي عندي الثانيه، يعني بقى هو عشان تصعد لاعب كويس لازم كمان ياخد بطوله ولازم يعرف انه لازم يكسب، لكن في نفس الوقت الهدف الاسمى صح ان انت ممكن تطلع، يعني انا في وسط انا اطلع واعمل لاعب اخر اطلع واعمل لاعب اخر، ودي الاستراتيجيه يا كابتن عادل اللي بين لجنه الكوره، لان هي حتى كمان يعني فريق ال 97 او فريق الشباب مش داخل مع قطاع ناشئين، فريق 97 مرتبط دايما بالفريق الاول، ودي الاستراتيجيه اللي لجنه الكوره بتشتغل عليها. الخطيب نفسه يعني تمام عليها، يعني هو اللي يمكن مع لجنه الكوره طبعا وبيديروها، لكن الاتصال الشخصي بيكفل نفسه، هو اللي بيهيئ له كل الظروف، هو اللي بيهيئ له، يعني هو بيتبني الامر ده لانه الايام الجايه لازم نطلع لعيبه كويسه للفريق الاول ان شاء الله غير مقاطع، ولازم نصدر لعيبه ونجيب فلوس كويسه للنادي. فاحنا ده مشروع جيد عاوزين نشتغل فيه، ليس فرقه فقط، احنا بنعمل مشروع لتنميه موارد النادي الاهلي الماليه، وكمان توفير الموارد الماليه باللاعبين اللي هيلعبوا فوق. طيب في مرحله ال 97 او مرحله دوري الجمهوريه للشباب، اقوى المنافسين ليك في هذه البطوله مين كابتن عادل؟ في ظل انك كسبت الاسماعيلي 5 والمصري 3، مين المنافس القوي في هذه البطوله معاك كابتن عادل؟ لا كل الفرق المفترض ان هي الهدف لو اشتغلوا زي ما احنا هدفنا هتبقى دوره كويسه وتبقى منافسين، لكن لو فضلوا الانديه اللي هي عايزه تكسب بطوله بس وتعمل اجواء مش صح ولاعيبنا في ملاعب وحشه والحاجات دي وتحت ضغط وحش والكلام ده، مش هيبقى في منافسه، هتبقى في مكاسب وخلاص، وفي اخر السنه يبقى المحصله بتاعتهم صفر. لكن انا بكلمك في فرق كتير، يعني الاسماعيلي انا كسبتها 5، اقول لك الاسماعيلي فرقه كويسه من الفرق الجيده جدا، لعيبه كويسه جدا عندهم كم من اللاعبين كويس، بس هو الهدف ايه؟ الهدف ايه؟ انا متخيل الفرقه اللي هتشتغل، يعني انا متخيل من النهارده لازم كل الانديه تلعب في الملاعب الكويسه بغض النظر عن النتيجه، لاني لما لعيبتهم دي هتطلع فريق اول بس تلعب في ملعب واحد مظبوط، يلعبوا كلهم في الملاعب الكبيره تمام. فانت ايه يعني انت بتعمل ايه؟ انت دلوقتي عاوز تكسب خلاص بطوله، يعني انا متخيل كل القطاعات اللي هي شغاله في المبدا في الامر ده، لو هي متخيله ان عايزه عشان تاخد بطوله في السن ده تبقى غلطانه،
عشان كده يلعبك في ملعب يضايقك فنيا وكده، لا انت لازم تلاعب الاجواء دي لانك بتنزل لعيبه من الفريق الاول. الاسماعيلي نزل عمر الوحش ده قصادي وكذا لاعب، والمصري نزل لاعب ولا اثنين كانوا بيتمرنوا في الفريق او بيتمرنوا في الفريق الاول. فهي المشكله اللي انا عايز اقولها لك ان انا مش منافسين كمنافسين كبطوله، انا ما يبنيش كده. المنافسه بتاعتي الحقيقيه ان هو يطلع لفريقه زي ما احنا طيب الفكره الاولى والاخيره عندي بطلع، ما اعرفش انا منافسين لاني انا صدقني ما ببصش على الركايه اكثر من ان انا ببص على ان انا اعمل مشروع جاي. طيب سؤال اخير واستغل وجودك معايا لانك طبعا خبرات كبيره في الملاعب المصريه وكنت احد النجوم في كاس العالم 90، مباراه الاهلي وحراك ونكرم باذن الله يوم السبت القادم على ملعب السلام. مش هتكلم عن توقعات نتيجه، لكن بالاداء الفني اللي ظهر بالاهلي في المباراه الاولى، كيف ترى مباراه العوده في ظل ان هناك ارقام واحصائيات ان هذا الفريق خارج ارضه بيأدي وبيحقق نتائج ايجابيه، اللي تعادل مع سان داونز في جنوب افريقيا، الوداد فاز عليه بهدف مقابل لا شيء بكل صعوبه، فاز في 3 مباريات خارج ارضه في دوري ابطال افريقيا هذا العام. بس احنا عندنا ميزه عن الفرقه دي، احنا مهاريا افضل اقويه جدا وبيقدروا يقفوا، لكن النتيجه لما يجي يلعبوا عندنا احنا فرقتنا فنيا اعلى، عندنا مهارات اساسيه اعلى منهم، فانا متخيل ان شاء الله يعني يمكن سان داونز مع احترامي ليهم الفرقه دي لما بيجي يلعبوا بعض ما عندهمش الحته الصغيره اللي احنا كشمال افريقيا متميزين بيها، مصر، مغرب، تونس، الحته دي احنا بنعرف ازاي نفرق الفرق تكتيكيا. ولكن انا بقول دائما خلاص كره القدم بقت كل المباريات صعبه، مش حاجه مباراه سهله ولا فيها مكسب دائم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مش هتكسب ان انت كنادي اهلي تكسب الا لما تبقى تواقف كويس وتشتغل كويس وعامل حسابك وما نستعجلش المكسب. المكسب هيجي، وانا افتكر ان احنا قادرين على الفرقه كوريرو. انا متخيل ان احنا ان شاء الله هنعمل نتيجه وهنعمل نتيجه كويسه، ولكن بهدوء اعصابنا وفكرنا الجيد والتكتيك اللي بيلعب فيه الفريق الاول. انا شايف ان احنا افضل تكتيكيا. وحاجه ثانيه مهمه، يعني احنا عندنا سرعات وهم عندهم تقل شويه في الحته اللي ورا في الدفاعيه، فلو استغلناها كويس في الحته الدفاعيه، لو استغلناها كويس ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه ان شاء الله وهنكسب. واحنا عندنا فرصه كبيره قوي، يمكن انا بامل السنه دي ان احنا ان شاء الله فرصتنا تبقى كبيره ناخد بطوله افريقيا، وممكن الفرقه تطلع تعمل حاجه كويسه في كاس العالم للانديه، لان احنا وصلنا يعني السنه اللي فاتت ما احنا واخدين دوري واخدين حاجات، لكن باذن الله كاس العالم للانديه دي الهدف الاسمى للنادي باذن الله. كابتن عادل عبد الرحمن انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب والفريق الشباب في المرحله القادمه. شكرا ليك كابتن عادل، كانت اطلاله مهمه جدا من الكابتن عادل عبد الرحمن، تحدث عن فريق الشباب في هذه المرحله والبدايه القويه في دوري الجمهوريه. فوز على الاسماعيلي 5-1، فوز على المصري 3-1، وبالتاكيد رايه كان يهمنا في مباراه العوده امام حريه كوناكري بعد التعادل السلبي في مباراه الذهاب. لا ننسى ايضا ان فريق الاهلي مواليد 2004 بقياده النجم القدير والمستقبل التدريب خلال الفتره القادمه كابتن معتز اينو فاز في اولى مبارياته التدريبيه مع مواليد 2004 في النادي الاهلي على فريق السكه الحديد ب6-1 لا شيء. باذن الله قطاع ناشئين خلال الفتره القادمه وفريق الشباب يكونوا نواه جيده للفريق الاول. طيب الفقرة القادمة بالتأكيد فقرة مهمة بتتكلم عن لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي والحراك الاجتماعي اللي كان متواجد في مقر الجزيرة والمستجدات الأخيرة في هذا الموضوع. لائحة النظام الأساسي ودستور النادي الأهلي، كانت هناك ندوات اجتماعية وجلسات ودية لمجلس الإدارة واللجنة المركزية مع أعضاء الجمعية العمومية في مقر الجزيرة فرع النادي بمدينة نصر في الشيخ زايد، جلسات كثيرة جدا لتعديل العديد من البنود بعد اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية اللي وصلت أكثر من حوالي 4000 مقترح وتعديل أكثر من 31 مادة في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. لكن خلال هذه الاجتماعات العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بيتحدث في التقرير التالي عن آخر المستجدات والترتيب خلال الفترة القادمة بالنسبة للائحة النظام الأساسي. طيب هيكون معنا التقرير ولا البداية الفقرة القادمة؟ طيب